حاجه 1 2 3 4 5 6 باخذ فيها اللجوء. طيب اللجوء ده الانسان لا يمكن انه يرجعوك هناك. ليه؟ لانه انت ماخذ لجوء، ما ممكن انه يقهروك ويرجعوك في محل القتل. لكن تعال شوف امريكا صدقت للمافيا حقتها وخوفت الاتحاد الاوروبي، خوفت الاتحاد الاوروبي لانه لما كان في عباده في دارفور المعتبر الوطني صرح باساس انه دار يسحب المنظمات الدوليه. يا اخي كيف تسحب المنظمات الدوليه؟ يا اسحبهم دينا، احنا لسه بكتلناهم، انت ما دين ناس عمر بشير ده تابع لامريكا كلهم الناس. تعال سي وزراء دي كلهم من ما عنده جواز امريكي الا كان عمر حسن احمد البشير. والله برضه ممكن يكون سرا كده يكون عنده جواز روسي، ما معروف. انت فهمت الكلام ده؟ لكن روسيا ما عارفه الكلام ده. قاموا طردوا المنظمات من الناس دي كلها، طردوا من المنظمات. يا جماعه انسان قتل الزول واغتصبه والحريق والكلام اللي قاعد يحصل لحد يوم امبارح اللي بيشيل فوقه ده. عليك الله تدخل دولي واحد ما في الخلى انه ما ليه كان في تدخل دولي في العراق؟ امريكا ليه عملت تدخل دولي في العراق؟ وليه عملت تدخل دولي في سوريا؟ وليه عملت تدخل دولي في ليبيا؟ ليه الكلام ده كله؟ لمصالح. لكن الشعب السوداني متنا والناس اللي قتلونا ذاته نزعوا المنظمات مننا وسلمونا للناس اللي بيقتلونا ذاتهم. انت فاهم القصه دي؟ واخواننا بيجوا يفاوضوا في المناصب. انا ذاته ادوني منصب، ادوني لي اللي هو في الجيش وكم تدون بتاع، ناس بتموت. يا عمر يا صالح انت بتتكلم كيفيه توقيف البندقيه، لكن انت بتتكلم كيفيه ان احنا نجي نجمد قواتنا ومع الجيش السوداني. يا اخي معقوله؟ السلام اولا، ولازم تبحثوا في الكلام اللي احنا قاعدين نقوله ده، لازم تعرفوا الكلام ده كويس. واذا بقي في العمر بقيه ولقينا ناس صح، تهيادنا لكم وزمت كويس، لقينا ناس صح وناس صاحيه كشعب الافريقي، دي رساله لكل الشعب الافريقي، وامانه في رقبتك. وكل ما تلقى الكلام ده امانه في رقبتك انت كافريقي. حافظوا على افريق، نحافظ على افريقيتنا، نحافظ على وطننا، نحافظ على وطننا وبكل النسيجنا الاجتماعي، ونحافظ على النسيج الاجتماعي الموجود في افريقيا. الموضوع ما في دارفور لوحده، الموضوع في افريقيا كلها. لكن نحن كجينا السودانيين الليله نحن ما محاربانا الجنجويد، الان هم بيقتلوا في الناس كويس، وقالوا محاصرين دوليا وما ادينهم رخصه وعندهم مرتب من الاتحاد الاوروبي بتاع شنو؟ يقول لك منان على الهجره. طيب انت بتقتل في ناس عندهم امبارح هسه زي السوف في كتم ده، الناس تهاجر ولا تقعد تموت؟ كده بالمنطق كده. يعني انا لو دار اركب اللوري ده اجري من الموت، لا يرجعوني للموت. يقول والله اذا كان ماشي مرتزقه في ليبيا قبضت القوات المشتركه. انت فاهم القصه دي؟ يجي يردموك ثاني، انت تموت بس، ما في لك اثنين ثلاثه، ده واحد في نقطه مهمه جدا. نحن كعفارقه الموجودين او كزنوج او كزرقه زي ما بيسمونا، الكلام ده ما عنصريه يا جماعه. كمان في حاجه واحده احنا عندنا اخطاء بالمناسبه. يا جماعه ما ممكن ارض دارفور دي كلها تكون لنا نحن فقط. ده بحد ذاته ظلم بالمناسبه. انا وانت شاهدت فيديو لواحد من اولاد العرب معاه نساوين وهو قاعد يحرد انه محراد كويس، والمحراد ده يعني الحته اللي قاعد يزرع فيها دي قال السنه اللي مضت انا ما زرعتها. ليه؟ لان انتوا قلتوا دارين تزرعوا، ما زرعتها انا، خليته والحته بوره. لما السنه رد نزل محراته الحله كلها جات ناس، جات من 2 كيلو 3 كيلو، قال للزول ما تزرع هنا. طيب سؤال ليه احنا كلنا الان في دارفور؟ هل انه نحن اي نعم ظلمونا وقتلونا، لكن هل انه على ذلك نحن هنمنع الناس من دارفور كلها ما في زول يزرع؟ اي محل ما تخط يدك يقول لك انا دي حاكوره جدي انا كفوراي، او دي حاكوره جدي انا كمسراتي، او دي حاكوره جدي انا كفلاتي، او دي حاكوره جدي انا كرزيقي. يا جماعه الكلام ده برضه خطا، الكلام ده خطا بالمناسبه. لا يمكن اصلا الدم يغسل دم، الدم ما بغسل الدم، خلونا نكون ناس واقعيين، الدم ما بغسل دم والله. اذا اردنا السلام، اسمع كلام ده كويس، اذا اردنا السلام، انت عندك ما الوطن ما كله حاكوره، ما انا جيت قلت لك اكبر خطا عملته يعني امريكا كويس والاستعمار ونحن ما فكرنا له، يجي يقول لك ده دار ارض اسمنا ارض فور، ارض المصاريف، ارض التامه، ارض البرجت،
ار دار فلاده دار دار فلاده دار فور دار جمر دار زيغات دار ما بعرف دار التعاشه دار الحبانيه دار المسيريه دار الجوامع. انت عارف العمل الكلام ده منه؟ دي عملت الماسونيه الامريكيه. انا قلت لك جمهوريه السودان ما عندها ارض. يقول لك دي جوار النوبه 99 جبل للنوبه. طيب العرب القاعدين في جوار النوبه كيف؟ ما عندكم حاجه. احنا 99 قبيله ب 99 جبل. كم في عرب عنده جبل خليه يجيبه، كن عندكم جبل جديد جيبوا. معنى ده الكلام انا وضع السياسات دي وضعتها امريكا قبل مئات السنين او الاف السنين. سوى الكلام ده كويس عشان الناس لازم القرارات ترجع، لازم نحن نرجع ولازم نشتغل سياسه صح. المره اللي فاتت نحن كنا بنعبي الشارع وكنا بنصحح الشارع عشان الشارع يصحى ويتماسك. الان الشارع يتماسك خلاص بقافل الليله الجايه دي وبقوافل الفاتت. والتحيه لكندكات وادي حور القدمن الجميل، والتحيه لكل شباب دارفور بدون فرس يا جماعه. القدموا السبت وجاي الاحد، يبقى انه لحد هنا احنا بنعمل فول ستوب. ان السياسه شنو؟ بتاعت شنو؟ بتاعت تنظيف الشارع. الشارع الان نظيف، ما في زول بعد ما عرف الاحزاب عمل شنو، وما في زول ما عارف الادارات الاهليه عمل شنو، وما في زول ما عارف الجنجبيد امر شنو. بعد احنا دايرين نجي نغير المسار الحقيقي كنا احنا دايرين نمشي فيه. مربط الفرس ان احنا دايرين نمشي فيه، دايرين دي الخطه، ها زي ما قلنا الخطه القبل الاخيره وحساسه جدا. الخطه الحساسه انا ماشي فيها توعيه ان المشكله بتاعت السودان صنع الجنجبيد والصنع الشماليين والصنع الغيرهم ديل كلهم كلها امريكا. نمن سودان اسمه نزل من الدول، يعني من تالي الدولة صلت قضاء العالم. ده أكبر كانت جريمة ها منظمة الفاو كان وضعتها، دي جريمة بالمناسبة. ومفروض نحن نطلب تعويض من المنظمة الدولية. انت فاهم الكلام ده ولا ما فاهمه؟ فيجب علينا كلنا عشان نعمل على الكلام ده، يجب علينا كلنا نتكاتف عشان نجي نحل المشكلة. عبادات الجماعية الموجودة والتطهير العرقي الموجود في السودان ده كله مصنوع صناعة يا جماعة، والله العظيم مصنوع صناعة. اسمعوا الكلام ده كويس، ده كله مصنوع. الليل لو مشيت سألت أي زول قلت أنتوا بتقتلوا الناس دي اللي شنو؟ يقول لك والله ما أعرف. يعني بالمنطق السودان ده نحن كلنا ما تأمين 40 مليون، ما تأمين 50 مليون نسمة. زمان كنا 40 مليون أو 42 مليون نسمة بوين كم كده 100,000 او حاجه بالشكل. التحيه ليك يا باشمهندس ابو التوماد يا اخي، لك التحيه ورئيس القافله، اتصل بالسلامه ان شاء الله يا اخي. تحياتنا لك كثير، والتحيه لكل من واقف ورا مبادره رد الجميل لدارفور، لكم التحيه والاحترام. كويس؟ اذا جينا سالنا كده نفسنا قبل 100 سنه او 300 سنه بتجي تلقى انه القبائل دي كلها عايشه مع بعضها. اذا استقرينا قبل ما الجنوب تنفصل احنا كنا 2 مليون، السودان فيه 2 مليون وشويه من المربع. معقوله؟ على كم؟ على 45 او 42 بوين كذا. اذا جيت وزعت لاي زول اديته مثلا 100 كيلو 100 كيلو 100 كيلو قطعة وطا 100 كيلو شيله، يعني اي زول عنده 100 كيلو 100 كيلو 100 كيلو 100 كيلو، السودان ده برضه بيفضل جزء. والله انا بحلف الخواجه اول زول المخطط للسودان القارة السودان 2 مليون من المربع ده، والله في حتات ما مشى لها، والله بيكون رقد كده وبس وقال الشغل ده. لانه انا ما بعرف، استغفر الله العظيم، لكن اذا انت طلعت من ربك، بس من ربك، خليني من بعيد، طلعت من ربك وشلت بس بالبحر، ما تمشي بالطيران، شلت من ربك دي بس لحد تمشي الملكات. والملكان جرارك ده قاعد يومين ثلاثة يوم ولحد ما مشيت قناة جنقلة، بعد ساعتين أو ثلاثة ساعة وصلت قناة جنقلة، لأنه جرارك بتمشي مشي تقيل كويس. أو بعد ساعة ونص بعد ده شلت النحر بتاع جوبا، مشيت لحد توريد، ومن توريد مشيت جوبا، ومن جوبا أو من توريد أنت ماشي فرجوك، امشي لحد فرجوك سلسله جبال امازون، امشي الميل 40 وانت من الميل 40 امشي لحد فرجوك سلسله جبال امازون، امشي شوف البلد دي من هناك ولحد ربك، بس خليك من لسه الحدود وين؟ الحدود ما ربك،
انت فاهم؟ الحدود هناك اهل الضناك لفوق، دنقلة دنقلة العجوز بين ذاته ما اعرف ب 100 كيلو ولا 300 كيلو بهناك. الخواجه ده ما كان دي ما كان 2 مليون ميل مربع، اكثر من الكلام ده. اذا الطياره بتقوم من مطار بورسودان من الحدود الشرقيه، الحدود الشرقيه حقتنا بيننا وبين المملكه العربيه السعوديه او في البحر الاحمر، ولحد لحد الجنينه فقط، ما ادري ما الجنينه ذاتها ما حدود، الحدود قدام الجنينه ب 100 كيلو او ب 200 صح؟ ولا ب 80 كيلو كويس؟ اوكي، لحد الجنينه الطياره اللي بتمشي في 3 ساعات الا ربع. اكبر من شنو يا جماعه؟ اكبر من يعني من 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 البحر الاحمر، من البحر الابيض المتوسط، فهمت؟ من ايطاليا مثلا لحد وين نقول؟ مثلا نقول لحد بريطانيا. الطياره بتمشي في كم دقيقه؟ كم في كم؟ اديها 45 دقيقه يا اخي، اديها نص ساعه، اديها ساعه يا اخي، اديها ساعه، اديها ساعه، انت فاهم؟ السودان اكبر من اوروبا، اكبر من قاره اوروبا. اذا كان قلنا طولا كده بس، طيب اردن كم؟ يبقى دي دوله امريكا لازم تحاربها، وسكانها بسيطين جدا ومتماسكين. عشان كده اذا اتزرعت يعني شوف من الرنك اديك ليها بالواضح، من ملكه، من وين؟ من حديب. حديب دي بعد اسمه ده، بعد ربط المحطه كانت السابقه للجرارات، من حديب لحد ما تمشي الرنك، ومن الرنك اسمع الكلام ده كويس، من الرنك لحد كودك وملوط وكاكه تجاريه، تشيل خفت الجاك دي من هنا لحد ما تمشي ملكان، ومن ملكان تطلع لحد ما تمشي نديار، ومن نديار تطلع لحد ما تمشي الناصر. ما في ارضيه فيها جنوب فيها رمله الا حاجه واحده بس، قدام ما تمشي من نديار قدام هناك شويه ب 300 كيلو قبل قور القرع بتلقى في حته صغيره كده فيها قوس، ثاني ما في قوس. ملكان بذات نفسها الرمله حقتها بتجي من ربك. دي ارض يعني اذا انزرعت، يعني غابه الجاك دي ممتده من وين؟ اذا قلت غابه الجاك، غابه الجاك دي ممتده من الرنك، من الرنك كويس؟ تمشي بكدك وملوط وكاكة تجارية، وانت ماشي المناطق دي قايمة غابة كده بس، غابة طين بس، طين ازرق. سؤال، اذا دي بس انزرعت البلد اللي كان داير يدمرها كدوك اسمه ده الامين الامريكي بالكيماوي بقنابل النابال ولا شنو ما بعرفها دي، اذا كانت انزرعت بس وبقي في سلام، السلام اللي خلاه ما يبقى شنو؟ امريكا ما داير السودان يكون فيه سلام، ما قصه دكتور جون قرن ولا قصه الشماليين ولا ما الشمال يا جماعه، دير كلهم ناس مزروعين، اسمع الكلام ده كويس، دير كلهم مزروعين، ودير الفتنه الحقيقيه العملاء الامريكان الموجودين في داخل السودان، بيحملوا جوازات امريكيه وشغالين في وزاره الدفاع وفي وزاره الداخليه وفي وزاره الخارجيه السودانيه، وبيحملوا جوازات امريكيه. صلاح عبد الله قوش بيحمل جواز امريكي، امريكا ما عندها خلاف مع الحركه الاسلاميه، لانه الحركه الاسلاميه ذات الصناعات الماسونيه الامريكيه البريطانيه. حتى لو جينا للوحابيه، منو صنع الوحابيه؟ من اين اتوا الوحابيه؟ امشي شوفوا الكلام ده. عشان كده احنا في السودان لازم المرحله الفاتت بتاعت الثوره، الان احنا وعينا في حته الثوره، خلونا نرجع نشوف احنا مشكلتنا اصلا كانت وين؟ المشكله حقتنا ما بين الشمال والشرق، وما بين السلطه والثروه، وما قصه الشمالين قاعدوا كلهم في الجيش او في كلام، ما اكبر من كده يا مواطن سوداني. الصنع الناس دي منو؟ المستعمر التركي اسمع الكلام ده، والمصري جاب البوابه الشرقيه دخل ومرق بالبوابه الشرقيه، والمستعمر الانجليزي جاب البوابه الشرقيه ودخل ومرق بالبوابه الشرقيه، ديل منو؟ هل انهم ديل منو ذاته؟ دي امريكا، دي امريكا. ما تسمع الشعارات، ما تسمع الشعارات. الان لازم احنا نرجع في مربع الاول، اما علاقاتنا كسوار علاقاتنا تكون مع الولايات المتحده الامريكيه، والناس تشتغل في الموضوع ده عشان يكون في سب كونتراكت مع كل الشركات الامريكيه تجي تنزل في السودان، يكون عندها حق نسبه 50% او 60% كويس من اسمه ده، من النفط السوداني، من اليورانيوم، من المغنيزيوم، من النحاس، من اي حاجه، بعد ذلك يكون للعطاءات للشركات الثانيه. المربع ده يبقى انه احنا بيكون انه امريكا اليد الاكبر في شنو؟ في الاقتصاد السوداني. السودان ممكن ينمو لقدام، ممكن السودان ينمو لقدام، لكن الناس الزمان
ليه؟ لانه امريكا في النهايه هي بتكون شنو؟ عندها الارباح. لكن الان احنا امريكا ما عندها ارباح، عندنا ما موجود لها ارباح في السودان. الشركات السودانيه الموجوده، كنقول اكبر شركه بتاع الاتصالات هي شركه السوداتيل. شركه السوداتيل الان الشركه الاكبر لها المافيا الالمانيه، شركه سيمس الالمانيه هي المستعمره، رغم انه في شركه كنار. شركه كنار دي شركه امريكيه معروفه وشركه دوليه، لكن ما عندها امكانيات الكامله الموجوده في داخل السودان، لانه النسبه الاكبر، اكبر شركه بتاخذ نسب وارباح هي شركه سيمس الالمانيه. الكوبانيات الموجوده في السودان كلها شنو؟ كلها كوبانيات المانيه. وامريكا ما بتدخل ماسونيه مباشره، بتدخل الماسونيه بطريقه ثانيه. حتى الماسونيه الاوروبيه لما اشتغلت في حصر السودان وتقطيع السودان كان بوافقه من امريكا، انه قال السودان ده يصدر السمك لهم، لكن يدوا مجال واحد بس، مجال واحد ممكن يستثمر فيه. ما عندنا مشروع الجزيره، ما عندنا اي مشروع. ادونا قال احنا قال نتطور في الاتصالات، وقبل كده قلنا لك ثاني بيقول حلو احنا ناكل كيبل. ما ناكل كيبل، ما هناكل كيبل. اي يبقى هنا في الحته دي بالذات انا بعتذر لاي زول قدم دعوه وشايف الناس زي. انا هختم اللايف بعد شويه، خمسة دقائق كده هختم طوال ان شاء الله. انا تحياتي لكم كثير، بعتذر يعني اللايف ده جايت ما مركز، كل حاجه مسيوطه مع بعضها، لكن بس كمعلومه انت تشيلها، شيلها كمعلومه مش تفنط. انت فهمت الكلام ده؟ عشان ما تيجي تقول لي ده وين ورق وينه، انت ما تسالني من ورق، ها ما تسالني من ورق، كله ما تقول لي الكلام اللي انت بتقوله ده. طيب دلائله في الكتب شنو؟ انا بتكلم لك عن مافيا، مافيا عندها دلائل في الكتب؟ ما عندها دلائل في الكتب. انت لو قلت عندها دلائل في الكتب معناته ما بتعرف معنى المافيا ذات. المافيا ما بتلقى لها دليل في الكتاب، لانه لو عندها دليل في الكتاب مكتوب معناته ما مافيا، معناته ده شغل عادي. كويس. والتجنيد بتاع التجنيد بتاع الجواسيس ما في جاسوس بيختموا له بورق وطوالي مباشره انت بتلقاه. لا ابدا. فيجب علينا نحن الوقت الراهن نخط كل تحيات لك يا اخونا هندسه يا اخي. يا جماعه تحيه لكم كلكم، اخواننا واصدقائنا ورفقاء الدرب الموجودين هنا، والتحيه لاخواتنا وبناتنا، وتحيه لكل الكنداكات، التحيه لكم يا اخي. كويس. فيجب علينا في الوقت الراهن خلونا من النزاع اللي هسه حاليا موجود، جنجويد ما جنجويد. لا، نحن مشكلتنا اكبر من الجنجويد، مشكلتنا اكبر من المؤتمر الوطني، مشكلتنا اكبر من الترابي والصنع الترابي وبقايا الترابي ذاته، بقايا بتاع الترابي ذاته. وكل حلفاء دكتور حسن عبد الله الترابي ذاتهم هسه هم بيقولوا حركه اسلاميه. طيب كويس، الترابي قال ما في صلاه، ما في سلام ذاته، ما في حساب في القبر. لو مشيت جبت كلام الترابي ده تلقى انتوا تابعين ابليس كده، لو جيت بالدين مثلا يعني، مثلا يعني خلاص، لو جات فلسفه كده او بتاعت شغلانيه بتاعت الدين، انه نحن متدينين ونحن في السودان وفي حماكر. انا شايف بس في البوسترات ناس في الجروبات بيجيبوا كلام حمدوك وبيضعنوا بهنا وبيضعنوا بهنا، والاسلام ما داير كده. ولا انتم تابعين الترابي بصفه ولا دكتور حسن عبد الله الترابي لما مات انتوا هسه تابعين في كتابه؟ ده اخطر من منه، اخطر من محمد طه، لانه ده نكر اي حاجه. فالمهم خلينا من الموضوع ده، خلونا نمشي في المسار اللي احنا فيه. كويس. فخلونا نتوجه نعرف مشكلة السودان الحقيقية شنو. مشكلة السودان الحقيقية وين؟ مشكلتنا نحن مع أمريكا، زينا وزي البرازيل سوا. شوفوا البرازيل، أمريكا وصلت الاقتصاد البرازيلي لوين؟ زيرو. الليلة القروش البرازيلية بكم؟ بتشيل قفة كاملة. المرة في برازيل بتشيل لها قفة كاملة عشان تمشي السوق، السودان بيشيل لك شوال عشان تمشي السوق. انت فاهم القصه دي؟ يعني المره تديها 4000 تمشي تجيب لك شنو يعني؟ انا هسه بضربها لك هسه ده، بس تديها 4000 تمشي تسابك عشان تجيب شنو؟ انا اوريك عشان تجيب شنو. اول حاجه من ال 4000 دي عشان تجيب كيلو ونص بتاعت لحمه. دنيا جمع عندك ضيوف جايين، قول 2 كيلو بتاعت لحمه 1000. انت فاهم القصه دي ولا ما فاهمها؟ الف هتجيب لك بصله وتجيب لك طماطم، الطماطم واحده ب 10 جنيه يعني، قول خلاص الطماطم دي رخصت، تجيب لك طماطم ب 500 جنيه. انت فاهم؟ هتجيب لك عيش ب 500 جنيه 2000 فاتن. لسه في حاجات داير لك دقيق، داير لك حاجات ثانيه. انت فاهم؟ 4000 معناته هتشيل شنو؟ يعني 4000 دي الورق الكبار ده هتشيل قفه، هتشيل قفه بالمناسبه بتاعت قروش. انا وضع الكلام ده منه؟ هل انه وضعته الحركه الاسلاميه؟ دي ايديولوجيات يا جماعه، مع احترامنا ليكم، مع احترامنا لاخواننا يعني ال 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 او يعني الناس اللي عندهم خبره في 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 الاسم ده في المخابرات الدوليه
والناس اللي عندهم خبره مثلا في 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 اسمه ده في 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 المافيا او في الماسونيه العالميه او في الاقتصاد العالمي. السودان نحن ما محتاجين لانسان اقتصادي عشان نتكلم في الاقتصاد، لانه احنا اقتصادنا ما محارب كاقتصاد كفقر، لا فقرنا الفقر حقنا ده مصنوع بايديولوجية امنيه دوليه مسؤوله منها دول كبرى، دول لها يد طويله جدا. فيجب علينا نحن نكون يعني لازم تفكيرنا يكون تفكير صح، نفكر كيف نفك الشفره من امريكا، كيف الشفره هتتفك، كيف نتعامل مع المخابرات الامريكيه الاقتصاديه الاقتصاد الامريكي. فيجب علينا كلنا نتوجه. حمدوك اذا اراد يعني الدكتور عبد الله حمدوك اذا اراد انه يصلح يعني اقتصاد السوداني، يجب على حمدوك انه هو يخش في داخل الاقتصاد الامريكي في الكونغرس الامريكي في الاقتصاد، الجهه المسؤوله من الاقتصاد الامريكي حول العالم، بالذات في وزارة الخارجية الأمريكية وزارة الداخلية الأمريكية الاقتصادية. ده المنبع المربط الفرس لجمهورية السودان. نحن مفروض نوجه ونكون عندنا علاقات في الحتات دي، كيف أن نحن نفك الشفرة. السودان صندوقه بلاك ليست، هناك هناك السودان عاملينه بلاك ليست في الاقتصاد العالمي الأمريكي بالذات وفي المكاتب السرية الأمريكية. ونحن كلام ده بنقوله، أنا ما خايف أمريكا، أنا قبل كده حسي برضو بقوله امريكا انا ما خايف منها ولا خايف من المخابرات الامريكيه ولا من المخابرات الروسيه ولا من المخابرات الالمانيه، طز فيهم كلهم ما دام هم بيخشوا في الشعور السودانيه اي دوله. ليه؟ لانه وطني قبل كل شيء. الوطن ما بيتباع. اي ممكن للناس المستمعين او الناس المتابعيننا عشان تفهم حامد يعقوب داير لك 10 سنه لقدام اذا بقى في العمر بقيه. انت فهمت القصه دي؟ عشان كل يوم بجي بتلون لك زي الحربويه. ليه؟ لانه دي معلومات احنا ذاته في حاجات الدوله اللي بنت هسي. انا شايف انا شميت ريحه بتاعت هواء بارد، عشان كده شميت ريحه انه مدنيه، الناس متكاتفين بالذات المليونيات اللي حسي بتجي من الشرق السودان ومن وين، في ناس امورها ما شافوا دارفور الليلة جايين دارفور. عشان كده انا بقدر بودي انه وجهه النظر دي كيف، والسودان حل مشكلته كيف. ما قصه حركه مسلحه ولا مني اركب من ناي ولا عبد الواحد محمد نور ولا ديل كلهم صنع المشكله حقتهم منه. احنا دايرين نشوف الخلا انه أهل عبد الواحد يبيدوهم أو أهلنا يبيدوهم أو أهل أي زول يبيدوهم ويجزعوا جزيئات من السودان. وحتى خليني قبل الحرب بتاع دارفور، قبل الحرب بتاع دارفور ما كان في حرب قاعدة. الوضع اسمه ده الخطة الإسكانية بتاع جمهورية السودان منه وضعتها المخابرات الأمريكية بأيديولوجيات. أنت تكون مضايق الزنج ده ما يخلوك، أنت قاعد في مناطق منتجة لازم تكون مضايق، يسكنوك في 200 متر في 216 متر، أن تكون قاعد مثلا في مايو في العسهري في الهنقاس أطرف طرف. كل ما يجي يقول لك والله يا أخي المحل دار إنه درجة أولى، ما الحكومة هتبني لك وأنت إنسان فقير لازم تمشي دار السلام جبل عوليا جو. أنت فاهم؟ دي ما معسكرات، ده برضو كامبو. فرق بينه وبين معسكر كلمة، هناك في اغتصاب وهنا ما في اغتصاب، لكن هنا في اغتصاب بالعور. أنت فاهم القصة دي؟ فأنا آسف للكلام ده لكل الناس الموجودين هنا، فانا ما ذكي وما اسكى اي ما اسكى من اي انسان، لكن عشنا المشكله. انا بقول لك الموضوع ده والله انا جاري فيه من 92، والتحيه لكل زملائنا ورفقائنا رفقاء الدرب الموجودين في السودان والموجودين في اسرائيل وفي جزء في كندا. كويس انا بحييهم من ابر الله يبدا، لكن ما اذكر اسم اي زول. الفر بجناحينه، والتحيه لهم انا بذكره ب 92 دخول 3 شهر 11 لما اتحكمنا محكمة ميدانية وكان لواء محمد لبين خليفة كان رميا بالرصاص وربنا مرقنا منها. فده كله نوع من النضالات. النضال الثورة ما حقت أمس للناس اللي بتفتكر، ولا الثورة حقت الجنجويد أو ولا الثورة الناس اللي قامت في اللايفات من 2016. التحية لكل زملائنا ورفقاء الدرب يعني وفين، والرحمة والمغفرة للناس اللي ماتت. كويس؟ فزي قصة كان قاعد يقولها للناس في لايفات، قلت لهم انتوا مسكتوا الله الملف بتاعت الشهداء رمضان الضباط ديل، لانه ديل المعروفين في الانقلاب. سالتكم قلت لكم في كم الف جندي قتلوهم، الناس ما جاوبت لانه الضباط ديل ما عملوا انقلاب برام، ما كان داري عندهم كان خدمه وعندهم كتائب معاهم، انهم ضباط صف وعندهم جنود معاهم، ديل كان سادين معهم الخدمه، وديل الناس اللي كان بيمشوا معاهم، وديل الناس اللي بيعملوا لهم. الناس ديل وين؟ اذا سالنا شهداء اسره شهداء رمضان، في ناس جابوا لهم ملفات انهم ماتوا في ملكان، هل انهم صفوهم في ملكان؟
قال منو الحكم السودان منذ اسمع كلامي، السودان ما من 56 يا اخي عمر. انا قاعد مع احترامي لك لو قاعد تشاهد في اللايفات، انا بقول بترحم على الشعب السوداني او على شهداء بلادي من 1938. لو انت مركز في الكلام ده، اي زول مركز في الحته دي خليه يقول لي نعم. قاعد اترحم على شهداء بلادي من 1938، انت خليني من الاستقلال. انا بتكلم لك هم منو جاب الاستقلال ذاته، هم منو الاستعمار منو، هو كيفيه جاء الاستعمار في السودان. انت فهمت القصه ده ولا فهمت القصه دي؟ فابقى ما تقعد تشوف انه الموضوع الشمالي اللي حسي موجودين دين الكيان ده وضعته امريكا. انا ما قلت لك عشان تحل الشفره، انت فهمت ده؟ انا معاك، انا الكيان ده وما وضعوا الشمالين، الشمالين ذاتهم ما فاهمين، ما كلهم مرتاحين ابدا، ولا وضعوا ناس الوسط. يا جماعه دي منظومه عالميه، احنا محاربين محاربان امريكا بماسونيه معينه كويس. واقعد انت مع نفسك، خليني انا حامد ده، خليني اقعد مع نفسك شوف الكلام ده، هل انه كلام ده صح ولا ما صح. انا شاكر ومقدر لكم كثير والله العظيم، يعني انا اسف جدا انه ممكن اكون طلت وجريتكم، واتمنى من الله انه يعني اخواننا يصلوا بالسلامه. وقبل ما نختم اللايف، واتمنى انه رسالتي تصلهم، انا واقف معكم قلبا وغالبا، قلبا وغالبا، ودمي للثوره السودانيه، لكن ما عندي حاجه اقدمها، ده ما عيب. انا بعتذر انه ما قدرت شاركت مع اخواني في القافله ماديا، لكن والله بعتذر للشعب السوداني. ليه؟ لانه انا ما عندي اصلا، وده ما عيب اصلا، يعني ما عيب انك انت تكون ما عندك، لكن العيب انك انت تكون عندك وما في زول طلب منك قروش، لانه الوطن ده ضميرك هو اللي بيعلمك. فانا شاكر ومقدر لكل انسان انه قدم درهم درهمين وساحر الليالي للقافله دي تقوم، لهم التحيه والاحترام والخزي والعار. اسمع الكلام ده كويس، والخزي والعار لكل انسان حاول انه كان يطمس او يلعب بالثوره السودانيه. ودي طبعا فيها نقطه، لكن النقطه دي ما حسي ما معروفه 200 والله، لما الثوره تنجح انت فاهم القصه دي، لما الثوره تنجح بعد كم والله ما معروف، بعد سنه ثورتني والله العظيم، والله انا اوريك الثوره دي ما عندها حد. الزور قبل سنتين بقول لك انه المفتكر صورتنا دي بعد سنه ماشي، سنتين ولا ثلاث سنه انزل في المحطه دي وتعال لنا بعد سنتين، هسي برضه بقول لك انزل تعال لنا 2024، انزل هسي في المحطه دي وتعال لنا بعد 2024، بتلقى القطر ده ماشي، القطر الهسي اللي جايبينه من 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 شرق السودان ده هيجي قطر زي ودادي ثاني من غرب السودان يمشي شرق السودان، ماشيين ما عندنا اي مشكله. والناس اللي بتجي بتقول والله يا اخي احنا كقرابه نتفق، ده انا بشوف يا اخي اتمنى من كل انسان بيقول كلام زي ده الناس تتراجع من الكلام ده، لانه احنا اذا دارين نبني دوله فيجب علينا احنا نتحارن مع الناس ونجي نحل جذور المشكله، وجذور المشكله نتوجه على امريكا ونشوف احنا منو الوضع الناس دي ذاته، اتجندوا منو الناس اللي بيقتلوا ديل، اتجندوا منو. بقول لك القناص، القناص ما بيمشي بدون كلب، والكلام ده الناس ما قادر تفهمه، القناص ما بيمشي بدون كلب، والقناص ما بيمشي بدون بندقيه كويس. خضر لك التحيه، حركه عدل والمساواه السودانيه الجديده كمرد، تحيه لك ادوفه كويس. يلا الشمالين ذاتهم ولا ناس الوسط اللي انتوا شايفينهم بيقتلوا فينا ديل، بيقتلوا فينا بقناص ثاني، القناص هي من امريكا، انت فاهم القصه دي ولا ما فاهم القصه دي؟ وهم ديل بيقتلوا، وهم عندهم شرطه يتحد، وعندهم عيدان، عيدان ده شنو؟ عندهم سماسره، سماسره دين من ام حامد، سماسره دين الادارات الاهليه، الا من رحم الله، من رحم الله ده قاعد في السجن، انت فاهم؟ اي زول قاعد خاطي اللي عليه هنا معناته مصفق ومعيد، انت فاهم القصه دي؟ فيبقى المربط الفرس في الاقتصاد الامريكي. اخواننا ناس الحركات المسلحه، الكلام ده خطوه في راسكم، وكذبتوا علينا قبل ما نختم اللايف، قلت انتوا ما عندكم محاصصات في جوبا، برضه تاني برجعكم، وانتوا هسه عليهم بتتصارعوا في المناصب، دي كيف؟ دي حلوها كيف؟ ها وروني بس حلوها كيف؟ فالتحيه ليكم كلكم، انا بعتذر لك يا استاذ ناصر والله، والله الزمن تم تكتك من بيتها، يعني انا اتكلمت ساعه ونص وعندي لايف في قناه ينتاري فلبي فلان السودان، فلكم التحيه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.